بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا رب. اليوم جيت غادي نحضر معكم مادلين اللي سهله واقتصاديه ومكونات موجوده في كل بيت، كتجي بنينه بزاف ما تشبعوش منها. يلا خليكم معايا ندوزوا للطريقه ديال المقادير. غادي نحتاجو 3 ديال الخمارات حمرين، واحد فانيا، وواحد ياغور طبيعي بنكهه الفاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، 3 ديال البيضات، ودقيق حسب الخليط. غادي نبداو بالبيض على هذا الشكل. غادي نوضعو 3 ديال البيضات، غادي نوضع هنايا واحد القبيصة ديال الملحة اللي نسيت ما ذكرتهاش معاكم في المقادير. غادي نوضع واحد الكاس ديال السنيدة عفوا، وغادي نخلط. بالنسبة للخليط البنات انا كنخلط بيدي، هكذا كيكون الخليط كيجيني مزيان ومتجانس، وحتى البانكيك ديالنا ولا المادلين كيجي مفشفش. دابا غادي نضيف السكر بنكهه الفاني. من بعد ما وضعنا الفاني، دابا غادي نديرو كاس ديال الزيت. غادي نوضعو الياغورت الطبيعي بنكهه الفانيلا على هذا الشكل البنات. ونمزج الخليط مزيان بيدي كيفما كتشوفوا، خلطو مزيان. ممكن البنات تخلطو بالخلاط اليدوي ولا حتى بالباتور، ولكن انا بالنسبه ليا كنخلط بايديا كيجيني العجين مزيان، داكشي علاش كنخلط بيدي. دابا البنات غادي نبدا باش نوضع الدقيق ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. دقيقة البنات كيبقى حسب الخليط، وكنمزج مزيان حتى تبدا تجمع معنا، يجمع معنا الخليط كيف ما كتشوفوا. دقيقة البنات كنضيفو بشويه بشويه حتى يتجمع معنا الخليط باش ما يجينا ما ثقيل ما خفيف. كنتمنى البنات تجربوا هاد الوصفة بحال هكا بهاد المراحل، غادي تنجح معاكم 100%. وكيفما العاده البنات اللي مازال ما اشتركتش معايا في القناه تشترك معايا، وما تنساونيش من الدعم ديالكم. وراني دقيق مع الباقي ديال الخليط البنات، كتولي عندنا الخليط على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نوضعوا دابا البنات الخمارات حمرين، 3 ديال الخمارات حمرين او البيكين باودر على هذا الشكل، ونمزجوا الخليط ديالنا مزيان تتفاعل لينا هذوك الخمارات مع بعض مع باقي الخليط. على هذا الشكل ممكن البنات تستعملوا الجيب الحلواني، انا بالنسبه ليا كندير غير هكذا. ومن بعد غادي نزينهم، خليكم معايا.
كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه ومفشه من الداخل. انا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوها كيفاش جات. كتجي غزاله يا البنات. كنتمنى البنات تجربوا الوصفه ديالي وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم ولا جيم. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، كتجي مفشه من الداخل. كتجي غزاله بزاف بزاف. كنتمنى البنات تجربوها. الى فيديو قادم، مع السلامه.